يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال بأنه قد وجد جسد فرعون، يستشهد على ذلك بقوله سبحانه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهل هذا صحيح؟ من اللي يثبت أن هذا جسم فرعون؟ هذا خيال، هذا خيال، ما هذا خيال كاذب، ولكنه أخرجت جثته لأن بني إسرائيل تشككوا في موته، تشككوا في موته، فالله أراهم جثته هامدة ميتة حتى يعلموا أنه مات، تقر عيونهم بذلك. نعم.